يبدأ عدد اليوم جورن الفير بخبر عنوانه تدوينة غاضبة من ياسين الصالحي للبدراوي. وعبر اللاعب ياسين الصالحي المهاجم السابق لفريق الرجاء الرياضي على غضبه تجاه عزيز بدراوي رئيس الفريق لعدم حضور مساهمه في أكاديمية النسور لحفل افتتاحها. وأكد الصالحي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام حشومة يكون تجاهل الناس اللي ساهمت في ديك المفخرة ديال أكاديمية الرجاء الرياضي. من بعد سيدنا الله ينصرو حنا رجاويين وفرحانين بهذا النهار وتابع، ولكن كيبقى فيك الحال فاش كتشوف ان الناس تجاهلوك بالرغم من داكشي اللي قدمنا وكان واجب علينا. والله يوفق فرقتنا هذا العام. وتشن فريق الرجاء الخميس الماضي اكاديميته الجديده بمنطقه بوسكوره، وذلك بحضور شخصيات وزينه من عالم الرياضه. وكان فريق الرجاء حصل على ارض كهيبه من الملك محمد السادس بعد تالق النصر الخضر في كاس العالم للانديه، وقرر استغلالها بناء اكاديميته الرياضيه مع العلم ان السرقات سنوات طويله لافتتاحها. البدراوي يكشف عن دوافع تولي رئاسة الرجاء ويؤكد يجمعني مع أولتراس النسور الحب. وكشف عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الدوافع الرئيسية اللي خلته يترشح لتولي رئاسة الفريق الأخضر خلال جم العام الاستثنائي الماضي. وقال البدراوي في حوار خاص بقناة أبو ظبي الرياضية، الرجاء كان في حاجة لرئيس يتفقوا عليه كل مكونات النادي من مكتب مدير وجماهير. وضاف قررت قيادة المكتب المديري لفريق الرجاء من أجل إعادة الفريق لمكانته، خصوصا في ظل الإقصاء الأخير من دوري أبطال إفريقيا، وكذلك الهزيمة أمام سريع واتزن في مدينة خريبكة برسم البطولة الوطنية. وفيما يخص علاقته بالألتراس أكد المتحدث نفسه أنه ما كانش يوم عضو بينهم، وقال بالحرف علاقتي بالجرين بويز والإيجلز هي علاقة حب كبيرة حيت حبوني وأنا حبيتهم كذلك. من بينهم سويسري البدراوي يكشف عن المرشحين الثلاثة لخلافة فوزي البنزرتي. وكشف عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء على جنسية المدربين المرشحين لخلافة فوزي البنزرتي في تدريب الفريق الأخضر. وقال البدراوي في تصريح القناة الثانية أمس الجمعة أن ثلاثة المدربين من جنسيات سويسرا الأرجنتين وتونس واحد منهم مرشح لتدريب فريق الرجاء خلف البنزرتي. يذكر ان البدراوي اكد الخميس الماضي بان فريق الرجاء غيدربها مدرب ماشي مغربي، وفتح الباب امام جميع الاحتمالات بخصوص شكون غيعوض شيخ المدربين التونسيين. وكان البدراوي وجه شكرا للبنزرتي بالرغم من الفتره القصيره اللي اشرف فيها على تدريب الرجاء من جديد، واكد ان فوزي هو اللي قرر الرحيل بعد ما احس بانه غير مرتاح. جماهير الرجاء ترفض تعاقد البدراوي مع الكبير. وفي نفس السياق عبرت جماهير فريق الرجاء على رفضها القاطع التعاقد مع المدير الكبير المدرب التونسي لخلافة مواطن فوزي البنزرتي اللي قدم استقالته من تدريب فريق الرجاء. وجهت الجماهير الرجاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل لعزيز بدراوي كتعبر من خلالها على رفضها التام للتفاوض مع الكبير لقيادة النسور بداية الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي. وجه البدراوي الدعوة للمدير الكبير للمجيء للمغرب بهدف التفاوض معه حول تدريب الرجاء، علما ان المدرب التونسي كان توصل اتفاق مع فريق مولودية الجزائر قبل ما يعتذر المسؤولين تمهيدا للتعاقد مع الرجاء. واعتبرت الجماهير الرجاوية ان الكبير ما يمكنش ليه يحقق اي نجاح رفقة فريق الرجاء رغم اشرافه على تدريب المنتخب التونسي، اذ ما حضرش بفرصة التدريب في بلاده في الموسم الرياضي الحالي. لاعب جديد يلجأ إلى الجامعة لفسخ عقده مع الرجاء. ولجأ سفيان الأزهري لاعب فريق الرجاء الرياضي للجامعة الملكية بهدف فسخ عقده مع الفريق الأخضر بعد إبعاده من لائحة فريق الموسم الرياضي الحالي. وقرر الأزهري فسخ عقده مع الرجاء في المرحلة الأولى قبل مراسلة الفريق في المرحلة الثانية لطلب الحصول على مستحقاته المالية واللي كتفوق 100 مليون سنتيم. وغيمنح اللاعب عبر محامي لفريق الرجاء مهلة 10 أيام لتسوية وضعيته وصرف مستحقاته قبل اللجوء لجنة النزاعات بالجامعة للحصول على جميع مستحقاته المالية في حال ما رفض الرجاء الاستجابة لطلبه. وكان الأزهري وافق على طلب مكتب مسير الرجاء السابق بإسقاطه من لائحة الفريق والسماح له بالاستمرار في التدريب مع النادي لنهاية الموسم الرياضي باش يرجع للائحة، غير أن الطاقم التقني بقيادة فوزي البنزرتي ما اعتمدش عليه بلائحة الفريق مدفوع للمطالبة بفسخ عقده والحصول على جميع مستحقاته. يشار لأن إسقاط أي لاعب من لائحة فريقه كيتعتبر بمثابة فسخ العقد من جانب واحد، ما كيخول اللاعب الحصول على جميع المستحقات المنصوص عليها في العقد.
بعد مغادرته للرجاء كابانغو يوقع للأهلي في تجربة جديدة، وكيواصل فريق أهلي بنغازي الليبي تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تأهل الموسم الرياضي الجديد. وأعلن أهلي بنغازي أمس الجمعة رسميا تعاقده مع اللاعب الكونغولي كاديما كابانغو القادم من الرجاء لغاية نهاية الموسم الرياضي الجاري، وضم الفريق المذكور اللاعب كابانغو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده رسميا مع الفريق الأخضر اللي حمل قميصه بستة أشهر فقط، خاض فيها مباريات قليلة بسبب عدم اقتناع الطاقم التقني السابق للنصور بقيادة راشد طوسي مستوى داخل رقعة الميدان. قرار مفاجئ من البدراوي يهدد عضوية منخرطي الرجاء، وتفاجأ عدد من منخرطي فريق الرجاء الرياضي بتأخير تجديد انخراطهم بالفريق الأخضر بعد وضعهم الوثائق المطلوبة وشيكات كتحمل مبلغ الانخراط. ووضحوا بعض منخرطي الرجاء أنه بعد استفسارهم على أسباب التأخر أكد لهم مسؤول الفريق أن عزيز بدراوي طلب عدم دفع أي شكل أي منخرط رجاوي إلى حين النظر في الملفات والحسم في المنخرطين اللي غيتقبل تجديد انخراطهم، بينما غترجع إدارة النادي الشيكات للمنخرطين اللي غيتم رفض تجديد انخراطهم بالقلعة الخضراء. وكان تجديد انخراط فريق الرجاء كيتم بشكل تلقائي بعد ما يوضعوا المنخرطين القدامى مبلغ الانخراط لدى إدارة النادي ويتم استخلاصه من حساباتهم البنكية، غير أن البدراوي قرر النظر في الملفات خاصة في الانتقادات اللي كتوجه ليه من قبل بعض المنخرطين أو كتوجه للمنخرطين المقربين منه. يشار أن المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي أعلن على قرار تشطيبه على المنخرطين حسن الرزاعي والحاج كمال، ومنتظر باش يتم طرح القرار في الجمع العام للمصادقة عليه من قبل هيئة المنخرطين. اتفاقية التعاون بين الرجاء وفريق مغربي يمارس بالهوات، وفي تفاصيل الخبر اتفق رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز بدراوي مع هشام شبورة رئيس الرشاد البرنوسي على توقيع اتفاقية التعاون بين الناديين، وتوصل الطرفين لاتخاذ هذه الخطوة نظرا للعلاقة الطيبة اللي كتربط بين الفريقين منذ مدة طويلة. ومن المرتقب باش يتم الإعلان على التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية بين الرئيسين في الأيام القليلة المقبلة. يشار أن هذه الاتفاقية تمت على هامش حفل توزيع جوائز بالجامعة الملكية اللي تنظمت الخميس الماضي مأمورة. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في خبر رجوي جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم.